تبارك إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بدأنا أول أمس السنة الجديدة حسب التقويم اليولياني اللي الناس بسموه التقويم الشرقي، فكل عام وأنتم جميعا بخير. إن شاء الله أنه تكون سنة زي ما بنقول باللاتيني أنو دوميني. أنو دوميني يعني من سنوات الرب، يعني عد السنوات، حساب السنوات انطلاقا من ميلاد الرب. لأنه عند الرومان كان في طريقتين على الأقل لحساب السنوات. حساب الأول من تأسيس مدينة روما، يعني تقريبا قدر أنه المسيح ولد سنة 753 أب أوربي كونديتا، أو أوربي كونديتا يعني منذ تأسيس مدينة روما. ولكن كان في لسه إشي أسوأ من هيك عند الرومان بالنسبة إلنا كمسيحيين، كانوا يحسبوا السنوات منذ بداية ملك الإمبراطور مين؟ ديوكليسيانوس. وديوكليسيانوس هذا كان من أشرس أعداء المسيحية ومن أكثرهم إذن اضطهادا للمسيحية. الإنجيل اللي قرأناه امبارح بيقول إنه اثنين من إنجيل يوحنا الفصل الأول، اثنين من تلاميذ يوحنا المعمدان، واحد منهم هو أندراوس. أندراوس كلمة يونانية، أنير أندروس يعني الرجل، زي ما بقولوا عن أهل القدس في رجال وفي رجرج، وفي مرة وفي مرمرة، أو في مرمرة وفي مرارة. إذن أنير أندروس يعني الرجولة، بس مش بمعنى زي ما إحنا العرب مرات نفهمها الفحولة، الرجل يعني الفحولة الجسدية، لا، الرجل هو اللي عنده شهامة، اللي عنده مروءة، اللي عند كلمته، هذا هو الرجل. واحد منهم إذن أندراوس، الثاني غير مذكور. بيقول إنه يوحنا رأى يسوع وقال لهم هو ذا حمل الله. بديش أحكي عن الكلمات الآرامية واليونانية اللي تعني حمل، إنما ما لما ناس يهود يسمعوا كلمة حمل، عفواً، بإيش بفكروا؟ بفكروا أول شيء بسفر الخروج فصل 12، الحمل اللي كان لازم اليهود يذبحوا ويأكلوا منه، ويأكلوا منه وهم وقوف، واللي دمه كان يؤخذ منه وينحط إشارة على بيوتهم. طبعا يعتقد انه الإشارة هي الإكس، تعرفوا الإكس اللي احنا بنحطه، الإكس هو الحرف التاء، حرف التاء آخر حرف من الأبجدية الكنعانية أو اللي اليهود بعدين أخذوها وسموها عبرية، هو التاء، وكان يكتب بشكل إكس. إذن الإشارة هي في الواقع نقدر نقول إنها إشارة صليب، ونفس الشيء نقدر نقوله عن سفر حزقيال فصل 9:4، إنه الإشارة اللي بتنجي من الخلاص بالعبري تاف هي الصليب نفسه. إذن يسوع لما المعمدان بقول هو ذا حمل الله، يعني يسوع الناصري زي الحمل اللي بنذبح واللي دمه توضع منه إشارة على بيوتنا حتى تحمينا من الشر، وهذا هو حمل فصحي. بيصح بالعبري أو بالكنعاني بيصح يعني العبور، العبور من العبودية إلى الحرية، العبور من المنفى إلى الوطن. بس طبعا الناس ننسى أنه الوطن هو هذا وطننا، إحنا الفلسطينيين، إحنا المسيحيين. إذن هذا هو الحمل الفصحي. بتقولوا لنا طيب من وين جبتوا هاي العبارة؟
الحمل فهمنا، الحمل الفصح تبع اليهود فهمنا، وشو دخلنا احنا المسيحيين وقتها بنفتح العهد الجديد، الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس فصل 5 آية 8 بقول ذبح المسيح فصحنا، يعني حملنا احنا الفصحي هو مين؟ المسيح. هلا ماذا نلاحظ؟ ما احنا لسوء حظنا هينا عايشين كمان مع يهود، خصوصا في القدس وحيفا وغيرها. وقت البيسح تبعهم، وقت البيسح تبعهم كانوا ياكلوا حمل، حمل حولي، حولي مش يعني احوال، حولي يعني عمره سنه، الحول يعني السنه، لا عيب فيه الى اخره. طيب كانوا ياكلوا اعشاب مره، وكانوا ياكلوا كمان ويشربوا بيض يعني لفيسح، وكانوا ياكلوا الخبز الفطير اللي بسموه ماتسوت. طيب لحد الان لما اليهود اليوم بيحتفلوا بالفصح تبعهم، شو ضل من هالعناصر الاربعه؟ بأكلوا حمل؟ هم اليوم؟ اليوم بأكلوا حمل؟ لا. أعشاب مرة بأكلوا أعشاب مرة؟ لا. إذا شو ضل؟ الخبز الفطير والمبيد. طبعا إحنا عندنا الخبز الفطير والمبيد في القداس. إيش ما عندهمش؟ الحمل. ليش؟ لأنه بعد ما انذبح المسيح الحمل بطل في مجال انه حتى هم يذبحوا حمل. لما دمر الهيكل، وعلى الارجح على يد اليهود نفسهم مش الرومان هم اللي دمروا الهيكل على فكره، لما بعد ما دمر الهيكل بطل في ذبائح، اليهود بالفصح بطلوا يذبحوا. يعني هلا الذبح الوحيد موجود في العالم هو في الاضحى، بس عيد الاضحى بس هذا هو الذبح الوحيد الموجود. بس عند مين في الذبح؟ عند السامريين، تسمع عنهم في نابلس عند الكنافة هناك. السامريين لليوم بالفصح بالذبح. الأعشاب المرة مش ضروري اليهود يأكلوها لأنه بطعمونا إياها إحنا، ولا لا؟ اليهود اليوم ما بيأكلوش أعشاب مرة. طيب إذا الفكرة الأولى الحمل الفصحي. الفكرة الثانية اللي بتيجي على بال أي يهودي مطلع على الكتاب المقدس هو هذا الحمل الذي يساق إلى الذبح ولم يفتح فاه، ومذكور وين؟ في أشعيا فصل 3 و5. إذن لما يوحنا المعمدان ابن زكريا قال عن يسوع هو ذا حمل الله، وهي الطقس اللاتيني احنا بنحكيها في كل قداس قبل المناولة، هو ذا حمل الله الحامل خطايا العالم، او باليوناني يبدو انه الحامل خطيئة العالم، كأنه كل العالم فيه خطية واحدة. اذا هو الحمل الفصحي بنجي من الشر، وهو الحمل البريء اللي بينذبح بدال الناس، حمل اخذ اوجاعنا وهي وبجراحه شفينا. ومار بطرس كمان راح يستشهد بهذا النص. شو عملوا التلميذين؟ سمعوا بس هالاربع كلمات، هو ذا حمل الله، او كمان ثلاث كلمات بالارامي زي بالعربي، تركوا يوحنا وتبعوا مين؟ المسيح. واحنا هذا المطلوب منا، انه نترك اليهودية ونتبع المسيح. امتى احنا نرجع يهود واحنا معناش خبر؟ نرجع يهود لما اول شيء اهم شيء يكون عندنا هو المصاري. هون رجعنا يهود، زي يهوذا الاسخريوطي قال لهم كم تعطونني ايه لأسلمه إليكم، فجعلوا له قديش؟ 30 من الفضة، 30 شيكل. بس وقتها 30 شيكل كانت أجرة عامل لمدة سنة. 30 شيكل كانت أجرة عامل أو ثمن العبد، هي كانت أو ثمن العبد، أو ثمن شراء عبد العبد البالغ.
نعم العبد الكبير كان يشتروا ب30 متر. إذا ماذا نستنتج؟ إنه منرجع لليهودية وقت ما إحنا المسيحيين صير كل تفكيرنا إيش؟ أهم شيء عندنا شو؟ المصاري. هون ممكن تقولوا لي يا أبونا إحنا جماعة زي ما بقول عاد الإمام دنا غلبان، إحنا جماعة يعني ما المصاري مش ولا لا؟ يعني مش أهم شيء في حياتنا. إذا نرجع يهود لما المادة تصير أهم شيء بحياتنا، بدناش ننسى إنه اليهود عبدوا الذهب. شو عبدوا؟ العجل الذهبي. إمتى كمان بنصير يهود؟ لما نرجع زي بعض الفئات، أساسا كل الفئات اللي انشقت مع الأسف عن الكنيسة الكاثوليكية، وهي طبعا ضد الكنيسة الأرثوذكسية، لأن اللي بنشق عن الكنيسة الكاثوليكية كمان بنشق بخالف عقائد الكنيسة الأرثوذكسية، بخالف 90% 95% من عقائد الكنيسة الأرثوذكسية. ايش بنلاحظ على كل هاي الفئات مع الاحترام الشديد لهم؟ ما بقربوش على العهد القديم، يعني ما في عندهم شكرا، ما في عندهم اي مشكلة مع العهد القديم. وين اعتراضاتهم؟ وين شكوكهم؟ وين العهد الجديد؟ اي ضد هال 27 كتيب اللي هم العهد الجديد. اذا هذا ايش؟ رجوع لوين؟ لليهودية. حتى في بعض الفئات منهم انا التقيت فيهم بالاردن بيمارسون الختان، يعني الطهور، وهذا ضد اللي بيكتبه القديس بولس على الأقل في رسالته لأهل غلاطيا، كنه يمكن جابوا مقص وحذفوا من العهد الجديد تبعهم الرسالة إلى أهل غلاطيا اللي هي ضد الختان، ضد الختان. في طبعا بدناش نحكي عن الفئات اللي بتصلي يوم السبت بدل ما تصلي يوم الأحد، وهي أكثر من فئة، برضو هدول وين رجعوا؟ بلاحظوا الإخوان اللي مرات ببعثوا لي على البريد الإلكتروني يوتيوب أو إشي هيك، إنه كثير من بعض البشر خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بنتقدوا البابا والكنيسة الأرثوذكسية كمان آخر فترة، لما تطلع مني عليهم عدد كبير منهم أهم شيء عنده إيش؟ بقول لك يوم السبت، ذا سبت. إذا وين رجعنا؟ وين رجعوا هم مش إحنا؟ وين رجعوا؟ رجعوا لليهودي. فبديش أطول أكثر من هيك، بنشوف إذا في، خلينا هون على سؤال مشكلة المورمون. أيوة إذا سمحت بالحديث عنها، موجودين هون عنا في فلسطين ولا؟ موجودين عنا أبونا، وبيعمدوا ياخذوا جماعات من هون مسيحية وبنزلوا معهم بيتعمدوا بالأردن. مورمون. طيب من هم المورمون؟ صح؟ المورمون هم فئة أمريكية made in USA في القرن 19، أسسهم بعيد منكم شخص معتوه اسمه جوزيف سميث. جوزيف سميث النبي. هو بعتبر حاله النبي، في له عدة في كتابين، طبعا بيقول انه هم مسيحيين، بس طبعا مين هالمسيحي اللي بيعترف بحدا بعد المسيح؟ معناه هم مسيحيون مزيفون، طبعا بفكروا حالهم انهم مسيحيين او بوهموا البشر انهم مسيحيين. احنا كيف أو بفسروا تفسير على خاطرهم، عندهم كتابين اللي هو كتاب مورمون واللؤلؤة كثيرة الثمن. طيب شو كتاب مورمون هذا؟ من هو مورمون؟ مورمون قال هو ابن موروني. طيب من هو موروني؟ من هو مورمون؟ عفوا، هو ابن الملاك موروني. طيب الملائكة بتجوزوا بخلفوا؟ لا. إذا جوزيف سميث الأكبر
أعطى نفسه الحرية المطلقة في الزواج، مع أنه شريعة مش بس الإنجيل المقدس، شريعة التوراة بسفر التكوين شو بقول؟ يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته، ما قالش نساءه، ما قالش زوجاته. إذا من سفر التكوين عندنا شريعة الزوج الواحد للزوجة الواحدة. ولكن إذا هذول الأمر كان حرفوا، وأعتقد تزوج ولا يقل عن 30 امرأة، بقول سيدة لأنه اللي تقبل إنه جوزها يتجوز واحدة تانية هاي مش سيدة، هاي امرأة فيش إلها، فيش عندها قيمة، فيش عندها شعور بكرامتها. يعني المرمون عندهم تعدد زوجات؟ كان عندهم تعدد زوجات إلى أن منعوا القانون الفيدرالي الأمريكي سنة 1870-1880. فوقتها لقى حال جوزيف سميث وقال إنه أجا وحي وطاح عليه وحي بيمنع تعدد الزوجات. ولكن أول الدنيا شو كان يقول؟ على لسان الله حاشا وكلا طبعا، إنه مرته الأولى اسمها إما، مرته الأولى اسمها إما، كان يقول يا إما عليك أن تقبلي بمحبة الزوجات التي أريد أنا، يعني الله حاشا وكلا، أن أعطيها عبدي جوزيف. يعني عبده جوزيف مسكين كان يصلي في القرنة وربه شوف قول له يلا خذ هاي وخذ هاي وخذ هاي، وأنت يا إما المرأة الأولى يعني لازم تقبليهم كيف كمان بحب. مع أنه زي ما بقول أنا أحضر عنهم مسلسلات كتير موجودة هلا، يتجوزوا بناتهم. أنا حضرت فيه مسلسل كامل عن بناتهم وخواتهم كمان، بيعيشوا كلهم زي بمزرعة، ممنوع يطلعوا البنات يتجوزوا من برا، اللي بتطلع من برا إنه طلعت عن مجموعتهم وممنوع. يعني في عشان هيك في محاكم في امريكا هم عملوا ولايه يوتا يوتا، وبدخلهم يوميا يعني بياخذوا مش بس العشر من اعضاء حركتهم هاي، انما كمان تبرع منهم. صف البني ادم حاطت ما لا يقل عن 20-30% من راتبه عليهم، وإلهم في عندهم جامعات، في عندهم سلسلة أوتيلات ضخمة وإلى آخره. هذا الناحية المادية، إذا هي إمبراطورية مادية، ولكن كمان هي قمة الجنون. الجنون يعني اللي بقرأ كتاب مورمون كلها أساطير بيعتبروا انه هم من ال 12، كان في 12 سبط لليهود، فهم بيعتبروا حالهم من الياردين مثلا، انه يعني في سبطين ضلوا في امريكا، وكانوا لحد فتره طويله يقولوا انه الكهنوت فقط للبيض. فلما صار في سود اعتنقوا ما يسمى بالمورمونيه، ف وسعوا مفهوم الكهنوت كمان للسود. أعدادهم كثيرة؟ مع الأسف بيزيدوا كتير، لأنه مصاري كتير وأكثر من المصاري بدون مؤاخذة الجهل فبيزيدوا بكثرة. نعم في فترة أكثر من عائلة هون في البلد تعمدت. أيوة والسبب بقول لك المصاري، نحن مش رايحين لنتبعهم، احنا بنضحك عليهم عشان ناخذ مصاري. ايوه بضحكوا عليهم، اولها دلع احنا هيك واخرها احنا عم نخالف ديانتنا بسبب المصاري. اذا وين رجعنا؟ رجعنا لليهودية اللي انا حكيت عنه دلوقت، يعني قبل شوي حكينا شو هو دينهم دنانيرهم. ما اظلم من ياخذ من قلبك ليعطيك من جيبه، ما أظلم من يأخذ من قلبك. أنا عندي خبرة خاصة في يعني شخصية معهم، مرات تعرفوا بروح على أوروبا أو أمريكا، قبل 10 سنوات 15 سنة التقيت في اثنين منهم، هم دائما بيكونوا اثنين أو ثلاثة ماشيين، دائما لابسين أسود،
وكان مكتوب إلدر مثلا الشيخ ساندرز أو الشيخ روبرتس. فأنا طوالي مسكته قلت له تعال فيش إلك اسم خاص، لأنه روبرتس هذا اسم العائلة زي ما تقول رسماوي بنورة صليبي مسلم، شو اسمك أنت الخاص؟ ولا جاوب. انبثقوا من مين؟ من مين؟ واحد أمريكي معتوه اسمه جوزيف سميث، كان يعني كاثوليكي. لا طبعا بروتستانتي طبعا بروتستانتي. نعم إنما انحرف يعني اتهموه بالعرافة. ملايين كيف؟ اتهموه بالعرافة إنه كان يفتح يشوف المستقبل عن طريق حجر أظن. حجر آه كله، وادعى إنه مكتوب باللغة الفرعونية القديمة، كله هبل يعني. يعني عنده قضايا ثقيلة. نعم، وبعدين في الآخر الناس اقتحموا السجن اللي كان موجود فيه هو وأخوه حيرام وقطعوهم مزقوهم تمزيق يعني لينش بسموا، لأنه خربوا الدنيا يعني فيش أخلاق بالمرة. إذا شو كنت أقول؟ خبرتي أنا البسيطة فيهم قلت له أكم من شو اسمك انت لما انت ولدت؟ ما سموك روبرت، سموك جون، شو بعرفني انا روبرت ارثر. كل تعاكل يا عم الياس، ما قدرتش اخذ منه لا حق ولا باطل. شو اسمه؟ قلت له يا شاطر بدنا نقول كلمه ثانيه، حذفوا هويتك، حذفوا شخصيتك، حذفوا اسمك. كم من وحده تجوز؟ قلت له البعيد جوزيف سميث زاني. بسمع لك شو تحكي. قلت له كم من واحدة جوز؟ سكت. ولك كم من واحدة جوز؟ سكت. على فكرة خليفة جوزيف سميث يدعى بريغام يانغ. بريغام يانغ وهذا في عملوا له عمل جامعة على اسمه في القدس جبل الزيتون. وبريغام يانغ هذا ما تجوزش غير 25 واحدة، كان عنده فقط 43 ولد وبنت. ففي واحد هيك، في واحد مسخرجي او دمه خفيف شو كان يقول؟ بريغام يانغ از ذا موست ماريد مان اي نو، اكثر واحد متجوز انا بعرفه. هو انا بقول انه بيطلع له عند البناء اللي احترته انه الوحي من الله روح القدس ببعث له انه اذا شاف وحده حابه انه مع الاسف لما زي تخلف بكون عايشين زي يعني بدائيه حياه. لما المخ بعيد منكم، لما المخ ضارب سلامتك بتعيد. زي هذاك الزلمه شو بقول له واحد قدامي، بقول له انت كل شيء فيك حلو ما عدا المخ. شو ضل يعني؟ اذا شو اول هو؟ بتتذكروا شو اول هو؟ انه إلدر خلينا نقول روبرتس. هذا الحكي إمتى؟ قبل 15 سنة. السنة الماضية في إحدى مدن أوروبا ببحلق هيك عليهم ولا مكتوب بس إلدر. شو بتلاحظوا؟ حتى اسم الشيخ فلان يعني المتقدم بالسن فلان، حتى اسم العيلة ما فيش. واللي بيطلع من عندهم بحاولوا يقتلوه زي ما بيعملوا غير مثلا الماسونية أو هذا، اللي بيطلع من عندهم بيقتلوه. وفي قصص طويلة عريضة، خصوصا واحد اسمه هوفمان وانكشف بعدين قضايا أخرى. إذا شكرا لسؤال الأخت وشكرا لكم جميعا، والآن نفتح المجال للأسئلة. ايش الفرق في المعتقدات بين اليهود والسامريين؟ السامريين اساسهم يعني مع الاحترام يهود مبندقون،
كيف يعني مبندقوا؟ يعني أساسهم من يهود السامرة. السامرة هو وسط فلسطين بين الجليل بالشمال ويهوذا والنقب في الجنوب. سنة 721 أخذت السامرة، يعني إنه البابليين احتلوا السامرة واختلطوا مع اليهود، فطلع هذا الشعب اللي هو السامري اللي هو خليط من يهود السامرة مع بابليين من 8 مدن على الأقل. فطبعا اليهود كانوا يكرهوهم، بس ما بينت القصة غير وقت ما أجوا، وقت ما تمرد أحد الكهنة اليهود اسمه منسى. الكاهن منسى ترك هيكل أورشليم وراح على وين؟ على جبل جرزيم، وقال إنه على هذا الجبل لازم يقوم الهيكل. طيب شو جاب؟ جرزيم ولا لا؟ لا، القدس، لأنه في قصة إبراهيم بقول إبراهيم الله قال له ياخذ ابنه على منطقة مورية. كيف نكتب مورية بالعربي وبالكنعاني وبالعبري؟ ميم واو را يا وها اللي هي التاء مربوطة. شو عملوا هذول؟ زاحوا الياء. لما زاحوا الياء شو صارت؟ موري. موري هو اسم آخر لجبل جرزيم. إذن بدل مورية إيه صارت؟ موري. قال لهم هي مكتوب في التوراة، أو بعدين حرفوها السامريين. هذا هو التحريف الوحيد المهم اللي أنا بذكره موجود في توراة السامريين. قبلها شو عمل الأفندي حسب ما بتذكر؟ يا إنه جوز بنته للحاكم البابلي في وين؟ في السامرة. شو اسمه الحاكم البابلي؟ صنبلط. صنبلط. قلت طيب كيف حفظت هالاسم هذا صنبلط؟ لأنه قال لهم بالعربي اللي مش عاجبه يبلط البحر. فصنبلط. هلا شو الفرق؟ الفرق إنه اليهود وقفوا، عفوا، اليهود استمرت عندهم النبوات والكتب المقدسة، السامريين وين وقفوا؟ عند كتب موسى الخمسة، تكوين، خروج، عدد، شو كمان؟ أحبار، تكوين، خروج، أحبار، عدد، تثنية الاشتراك. السامريين ما عندهمش غير 5 كتب بين العهد القديم، بينما اليهود عندهم 39 كتاب من العهد القديم العبري. هلا ضل عندهم هم كهنوت، وعشان هيك بتسمعوا لليوم وبكره الكاهن موسى الكاهن، لانه ضل عندهم كهنوت وضلهم يتزاوجوا بين بعض، فقل عددهم كتير كتير، قل عددهم. وفي عندهم كمان مع الأسف يعني عاهات. ليش؟ أنه لما الإنسان بضله يتزاوج ويتناسل بنفس العيلة بدون ما ينوع في الخلفة، فإمتى أجتهم نجدة؟ هلا هم موجودين في محلين إذا بهمكم، يعني في فلسطين نابلس وحولون. حولون مش بعيد عن يافا او حولون. هلا اجاهم دم جديد من روسيا، بتعرف هذول من روسيا اجا كثير ناس بيقولوا عن حالهم مسيحيين يهود، ولكن عفوا كثير منهم اساسا مش يهود، بس كانوا هاربين من الفقر والتعاسه في مكان يسمى بالاتحاد السوفيتي. فهلا اجاهم دم جديد زي ما بقولوا بالعربي الدارج، وشوي انتعشوا، خصوصا
على فكرة السامريين في نابلس حسب معرفتي يحق لهم جواز السفر الإسرائيلي، بعرفش يعني في عندهم امتيازات خاصة لأنه لا يعدون طبعا أنهم مش مسلمين ولا مسيحيين، فهم فلسطينيين ومش فلسطينيين كيف الدروز بيشتغلوا بالتنجيم والسحر. في هاي واحدة نسب. أما إذا الفرق العقائدي هذا معناه صفة إيش؟ طالما عندهم كهنوت غير معترف فيه يهوديا، وطالما عندهم هيكل غير معترف فيه يهوديا، ولكن كمان عندهم إذا بيذبحوا الذبائح، وأيضا الفصح بيذبحوا على عيد. شكرا لكم، يعطيهم.